عيدكم مبارك وعساكم بن عوادة، كل عام وانتم بخير. أدعو الله إنكم تستمروا بالأفكار الجميلة اللي مريتوا فيها من خلال شهر رمضان الفضيل وتستمروا عليها طوال العام، وتحافظوا بروح رمضان عبر قيادتكم بنزاهة وبناء الثقة من خلال قيادتكم، والحفاظ على روح الشمولية والتواضع مع فريقكم. وكل عام وانتم بخير ومع السلامة.